آخر توقعات الحالة الجوية ومدى تواصل تأثير المنخفض الجوي على المملكة، ننتقل إلى الزميل نجود القاسم في موقع طقس العرب. نجود، ضعينا بآخر تفاصيل الحالة الجوية. مساء الخير مهند، مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا. حاليا الأجواء شديدة البرودة وماطرة في عمان وباقي المحافظات. آخر تطورات الحالة الجوية رح يحكي لنا عنها مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي. أسامة مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. أسامة، بداية نحكي عن درجات الحرارة. صحيح، طبعا احنا الشيء الاهم انه باخر 3 ساعات بدا اندفاع الرياح القطبيه صوب المملكه، بالتالي انخفض درجات الحراره لمستويات حقيقه يعني الان مثلا ما دون 0 بدرجتين في مرتفعات الطفيله والرشاديه، فبالتالي بيبدا من الان فرصه تشكل الانجماد في المناطق العاليه. مثلا حتى المناطق العاليه مثلا في العاصمه عمان حاليا فقط 3 اعشار، يعني الان قربت الحراره على الصفر، فمرجح باي فتره بالفترات القادمه نبلش نشهد تشكل انجماد على المناطق العاليه. درجات الحراره بشكل عام زي ما احنا شايفين معظم المناطق ما دون الدرجتين، اجواء شديده البرد مع تدفق الرياح القطبيه المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمه، بالتالي البرد اضافي خلال الساعات القادمه، بدا من 3 ساعات تدفق الرياح ويستمر طوال الليله ويوم الغد باذن الله تعالى. طيب انتهت فرصه تساقط الثلوج ولا لسه مستمره خلال الساعات القادمه؟ لا ما انتهت لسه فرصه الثلوج قائمه، نشوف احنا طبعا من صور الاقمار الصناعيه لا زالت يعني تشير الى وجود سحب متفرقه في البحر، هذه السحب تندفع الى مناطق مختلفه من الشمال الوسط والجنوب. على فكره في فرصه يمكن تكون الفرصه الاحسن بعمان بعد قليل لتساقط زخات ثلجيه، لكن نرجع بناكد هذه الزخات متقطعه الطابع مش مستمره، ما بنحكي عن عاصفه ثلجيه، بنحكي عن زخات ثلجيه بين الحين والاخر، لكن يعني زي ما احنا شايفين لا زالت الفرص قائمه لاغلب المناطق. وعلى فكره يعني من هاي الاوقات والساعات القادمه كل ما هو سيحطل فوق اي منطقه فوق 700 متر هو ثلج، يعني بتحكي عن مناطق واسعه، لكن موضوع التراكم زي ما حكينا من الصبح بيعتمد على الاستمراريه، واحنا الحاله مش متوقعين تكون طويله، يعني هي بعد منتصف الليل غالبا راح تنتهي، وايضا يعني قد يكون في تركز بالحاله الجويه بالساعات القادمه في محافظه الكرك والطفيله، لكن كميات كبيره من السحب لا زالت في البحر، هذه السحب تندفع بشكل مستمر نحو المملكه، زي ما حكيت حتى العاصمه عمان ممكن تكون فرصتها بالساعه القادمه نوعا ما افضل من الساعات اللي مرقت، فلسه راح نشوف زخات ثلج ان شاء الله بحسب التقديرات، لكن زي ما حكينا هي متقطعه وغير مستمره. طب شو اخر قراءات الخرائط لتشكل الانجماد والجليد خلال ساعات هاي الليله؟ هلا في البدايه احنا شايفين الحراره بلشت تنخفض في مناطق عده، صارت فيها الحراره دون الصفر المئوي. الجليد اللي حكينا بده عده عوامل، وجود مياه على الطرقات وهو الامر الان اعتقد موجود في اغلب المناطق، وانخفاض الحراره الى ما دون الصفر وهو الان من الان بدات تقترب الحراره من حاجز الصفر. بالنسبه طبعا للكتلة الهوائية الباردة هي بدأت زي ما احنا شايفين، يعني الآن هي بدأت بتقريبا منذ عدة ساعات بالاندفاع التدريجي صوب المملكة، الساعات القادمة راح نشهد تعمق في تأثيرها، يعني طلع مع ساعات نص الليل كيف صارت تقريبا يعني بتعمق بشكل واضح فوق المملكة وبتستمر بالتمركز فوق المملكة خلال 48 ساعة القادمة، فبالتالي نعم أي طريق راح يكون عليه لسه مبتل غير ناشف مع انخفاض الحرارة الكبيرة الساعات القادمة راح يعدل تشكل الجليد والانجماد مع ساعات يعني ما بعد منتصف الليل والصباح الباكر من يوم الخميس. طيب بدنا نعرف تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع. الخميس الطقس بيستقر، يعني غدا أجواء مستقرة قارصة البرودة، بدنا نحذر ليلة الخميس الجمعة من موجة من الجليد والصقيع تجتاح مناطق واسعة من المملكة، يعني بكرة بالليل أبرد الليلة، بس اللي بيختلف انه ما في مياه على الطرقات، بكره نحذر من جليد على الطرقات، لكن المزارعين ومناطق الاغوار حقيقه في موجه برد شديده جدا غدا ليلا ليله الخميس الجمعه، بدنا نحذر من موجات قويه جدا من الجليد والانجماد والصقيع في مختلف مناطق المملكه، في مناطق واسعه المملكه حتى الاغوار يعني للاسف ليله الخميس الجمعه. الجمعه الطقس اذا مستقر شديد البروده، يعني اجواء مستقره من الخميس حتى السبت بشكل عام، مع تمركز الكتلة القطبية بقاء الأجواء قارصة البرودة ودرجات حرارة دون الصفر المئوي عفوا طوال الليالي القادمة. طيب بعد هاي الأجواء الباردة إيش بيستنانا؟ متى في حالة جوية جديدة رح تشهدها المملكة؟ لأنه هلأ عم نشهد منخفضات قطبية كلها وراء بعض بس عم ناخد البرد ما عم ناخد التلج. يعني زي إحنا مثلا اليوم شايفين على فكرة هذا المنخفض الجوي تاع اليوم القطبي، طبعا هاي الهواء القطبي زي ما إحنا شايفينه والمملكة يعني كانت معظم الأوقات اليوم على أطرافه، يعني الدول المجاورة مثلا لبنان سوريا العراق وإيران راح تشهد عواصف ثلجية قوية، لكن إحنا المملكة كانت على أطراف هذا المنخفض الجوي القطبي. لو نمشي بتوقعات الفترة القادمة
طبعا حركه انخفاض الكتل القطبيه باللون الاخضر والازرق زي ما احنا شايفين تبتعد، هذه اول كتله قطبيه بتبتعد عن المملكه، لكن في وحده ثانيه عم بتقرب من اول جد على المملكه مساء يوم الاحد، ففي كتله قطبيه جديده تقترب من المملكه زي ما احنا شايفين مساء يوم الاحد القادم، نحكي عن تاريخ طبعا 23/1. طبعا شو نتيجتها على ارض الواقع لسه ما ببين، وزي ما احنا بنشوف برضه راح تضلها في مناطق قريبه من المملكه، وفي ممكن تكون في كتله ثالثه او رابعه برضه يوم 26، يعني الاسبوع القادم قد نكون معرضين لاقتراب كتلتين قطبيات صوب المملكه خلال الاسبوع القادم. طبعا شو نتيجتهم النهائيه هذا الحكي مش من الان ببين، لكن واضح انه المملكه الاسبوع القادم سوف تبقى تحت مسار الكتل القطبيه، استمر في الطقس الشديد البروده ووجود عده فعاليات جويه ماطره مثلجه ما ببين من الان، لكن كتل قطبيه في واحدة الأحد قد تكون، واحدة أخرى نهاية الأسبوع القادم راح نحكي عنها تفاصيلها أكثر بالأيام القادمة إن شاء الله خير. طيب شو وضع الضباب والرياح النشطة الليلة؟ الرياح اللي بتبلش تخف تدريجيا، لأنه الفاعلية بلشت بشكل عام تتراجع في أغلب مناطق المملكة، أو هي بعد نص الليل راح تتراجع الفاعلية، على فكرة فرص الثلج قائمة حتى منتصف الليل، بعد هيك هناك في تراجع في الفاعلية، راح تخف معها الرياح، تخف معها فرص هطول الأمطار والثلوج، لكن بيشتد البرد وبيزيد الجليد على الطرقات. موضوع الضباب أيضا أعتقد يعني ما في فرصة عادي للضباب الليلة القادمة إلا على الجبال العالية، فقاطنين الجبال العالية بالشمال وسط الجنوب كان يدير بالهم موضوع الضباب. طيب التنبيهات والتحذيرات الجوية خلال الليلة وخاصة من موضوع الانجماد وموضوع المزارعين والبيوت البلاستيكية، وقبل شوي كنا نحكي بموضوع برضه ساعات المي. صحيح، هلأ الليلة أو الساعات القادمة زي ما حكينا لسه الثلج لم تنتهي فرصة الثلوج، بالعكس ممكن تكون في الفرصة الأفضل بالفترة القصيرة القادمة، بدنا ندير بالنا من خطر الانزلاق على الطرقات في مناطق عدة بفعل تساقط الثلوج وبفعل أيضا كمان موضوع الانجماد، ندير بالنا من درجات حرارة المنخفضة للغاية خلال الليلة وطوال الفترة القادمة، نستعمل وسائل تدفئة بشكل آمن، وأيضا بدنا ندير بالنا ليلة الخميس الجمعة تحديدا من خطر يعني تدني كبير في درجات الحرارة ليلة الخميس الجمعة، المزارعين ديروا بالهم بالأقوار، وأيضا إحنا كمواطنين نغطي المواسير المياه خوف من انفجارها، ونستخدم طبعا اللي هو بسموه الأنتي فريز أو ضد التجمد في المركبات. أسامة طريفي مدير العمليات في طقس العرب، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، نتمنى السلام للجميع وعودة إليك مهند. نعم نجود، شكرا لك، وشكرا أيضا لأسامة الطريفي من موقع طقس العرب.